تصبح صوت يعني لا بسكتهم تمام. انتم على خير بخير صحة جيدة ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم اليوم انا غنتكون معي لواحد المدينة اخرى. انا باقا في قبرص الشمالية غادي نكون معي لواحد المدينة. دابا حنا كنا في ليف كوشا, دابا غادي نمشيو للفيديو اللي صارت لكم في ليف كوشا. دابا غادي نصور لكم دابا انا راكبة في الطوبيس. انتم غادي تشوفوا انتم غنتكون معايا الطوبيس 110 ليرة بالنسبة للستودنت تيكت. احنا ماشيين انتم كتشوفوا السيد كيشوف على اليمن الموقع هنايا اخر. شفتوا ها هي فاباكوس. المهم ما نطولوش في الطريق ديك الساعات كنمشي لها مع الاثمنة. ايوا يلاه ما نطولش حتى نوصلوا نبدا نكملوا الفيديو ديالنا. هنا جينا لهنايا قطعنا الطريقي لان كتكون طريق الدنيا عامره لان هذه مدينه سياحيه. قطعنا عود تعاود قطعنا نفس الشيء 110 ديال الليرات, ما ماشي غاليه تقريبا كنمشيو يعني الي غوتو 50 درهم مخيره. ايوا دابا نساليكم معايا يلاه يلا بينا. النصب التذكاري اللي كاين هنايا فاماغوسا انتما هذا الشيء راه النحاس. وكيف شفتوا وكيف ما كتعرفوا ان هاد البلاد هذه معروفه انها كتنتج النحاس, معروفه بالنحاس. هانتوما في عندهم طبيعة مزيونة الصراحة الله. اجي نطلعو هنايا عاد نمشيو لواحد الدنيا. هانتوما عاد غادي نمشيو لواحد القلعة واحد الغراب. شوفوا هنايا انا بيدي كنكتشف معكم هذا هنايا حيت هما هنايا كانوا معروفين بالقلعات بالقلاع. هنا شي قبر. السلام عليكم. هذا قبر. السلام عليكم. ولكن هذا اللي كاملين حتى تما راه هو واحد اخر عنده وهذا هنايا مشدود. هذا هو بحق مشدود. حق ما عرفناش يدمن الصراحه. شو غادي ندخلوا من هنا هيدا بحال هيدا. ها حنا خلينا الباب هيدا. السلام عليكم. انتما انا كنساليكم معايا شوفوا الدنيا عاود.
هنا كاين البحر، حنا غادي نمشيو للجهه ديال هنا غادي ندخلو لهنايا. ها هي من هنايا، ها هي الفليتشا، ندخلو هكدا تشوفو بعدا من هنا. غادي ندخلو عاد ندخلو لديك الدنيا اللي دي قلعة. حنا داخلي نمشيو هيدا على اليمين ونجيبو الدورة ونخرجو من هنايا على اليسار. أنا غنوريكم الخريطة ديالها. شوفوا على المناظر هنايا، رائع هذا المنظر هنايا ورائع الدنيا هنا. شحال هادئة، وصلوا ليه ونعاود نرجعو ندوزو من هاد الدرب. هنا غادي ندورو من هاد الجهة هادي هايدا باش نمشيو من هاد الكنيسة هادي. ها هي مهجورة، مكنقدرش نزيد نعلي صوتي لأن إلا عليت صوتي غيتسمع بزاف في هاد الدنيا هادي. شوفوا هاد هنايا عندنا مشيو ديك الكنيسه اللي ليه
نطلعوا لهادي. هذه كنيسة كانت حتى هي فيها المعالم ديالها. انا كنكتشف وانتم هانتوما معايا. المهم نعاودو نمشيو نشوفو مطعم اخر هانتوما معايا. هادي سي اون كاتيدرال، هادي كانت كاتيدرال غنجيبو ديك الدورة ديما ندورو عليها دورة كاملة. والجو اكثر من رائع. شوتيورستي قدامين زعما ماشي عاليين هنايا. اوكي هنا واحد الاوتيل تشوفوه. Voilà. حق واحد الطبيعة واحد الخضورة ما يمكنش ما يمكنش والله تمزيونا بزاف. زعما واخا تكون ما كتعجبكش الطبيعة كتفتح النفس لك يقولوا كتعطي النفس انه تصور وانك تدور وتسارى. انا خرجت مع الصور صور صور هذيك واحد القهوة مغطاة شو كيفاش نية مزيونة هذيك راهي. نمشيو أن نمشيو هيدا أو عاد نرجعو لديك الزقاق.
القصور ديالهم هذه كامل. دابا حنا باقيين دائما داخلين من داخل. جينا هذا المقطع ندخلوا لهنا. حتى هنا بعدا لي طواليت انا عرفتهم فين هما. هنا الناس اللي كيتوضاو غادي يصليو. دابا هنا الصلاة هذه كنيسة ولكن رجعت مسجد. ثم
غزالة الدنيا هنايا، الناس كاشين كيتشمشوا، توريست فيها بزاف، أغلبية الروسوس. شوف شنو هادشي كيتباع، هادشي الصناعة اليدوية. شوفوا أنا نوريكم هذا المدافع، وزعما ها هما قدامهم، ها هما ديالهم القنابل. وي او يا لطيف، شي ثقيل شي ثقيل. ها هي وحده محشيه فكرني هنايا هادشي هذا فحال روما. سبحان الله جاني واحد الاحساس فحال الكولوسيو، فحال ديك الدنيا اللي كنا فيها في روما. الجامع هنا كيتباعو التذاكر، ايه هنا لي سوفانير. هذا هو الزقاق،
حنا باقيين كندور. شي رائع تما المرسى البحر راه هو البرك. انا نشوف تنكمل هنايا، الا قدرت نمشي ليهن نمشي عاود نصور لكم ليهن لهاد البراكوس وليها ديال او لا انا نمشي دابا لاتي نمشي دابا. ها فيكم تقول صدقين gölgeyi almamız lazım gölgeyi. بعيد شو واخا نمشي هيدا خصني نعاود نرجع هيدا اضغط ونمشي بعيد بزاف عليا. نو 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 ما كانت هنا ديك الاثريات هنايا لي سوفينير. هنا الذهب والديامونت، هنا المكياج، هادي شي تعاملية هنايا ديال فاماغوستا. هاهي هنايا باقي ما تنساريكم التدريبات عندهم ستيت وينتو كيسميهم زقاق. شفنا مسائل تقليدية صناعة يدوية. هنايا هنايا كشي بقى انا هنايا هانتوما شفتوا خرجنا من جينا من هنا كملنا مشينا هيدا دابا جينا من هاد الجهه هادي. انا غادي نطلع هنايا هنا كنكونوا كملنا ها
هذا المطع هذا كامل. انتم مشدود فهاد الساعة هاد الله يعشتها كان قبيلة تخصني بدأ به هو اللولي هاد لاتي هانتوما من اثنين حتى الجمعة 8 الصباح لثلاثة ونص و ثمانية لخمسة ونص هادي تورزداي ها طالعين في العقبة أنا مجة هنا نشوفو كاينة واحد الفيو واحد لافيو كان نطلو فيها على هاد الشي اللي كنا فيه هابل التذكرة هنايا كيهضرو بالتركيه وكيهضروا بالانجليزيه يعني ما كاينش مشكل هاتي انا نصوركم وهنايا باش نختم الفيديو ديالي غادي نصور لكم هاد فاماغوستا من داخل السور ومن خارج السور هنايا هذا من خارج السور هنا من داخل ها هو هذا كامل الداخل رفيق كنا قبائل دابا غادي نزيدو باش نصورو من داخل ديال الصور شوف هادشي كامل باقي خارج الصور يعني هنا من الداخل غادي نصورو خارج الصور داخل الصور هو هذاك دابا حنايا من داخل الصور هو الباركون اللي قلت لكم قبيل خصنا نمشيو ونطلعوا له نمشيو له من جهه اخرى يعني ما كانش ممكن ايوا هنايا غادي نقول لكم الى اللقاء مع السلامه نتمنى يكون عجبكم الفيديو يكون راقكم وتكونوا استفدتوا فيه شي حاجه ان شاء الله تكون هذه واحد العوده ديالي لليوتيوب ان شاء الله رب العالمين مع الفلوقات والفيديوهات كل ما هو مسلم ان شاء الله بحال اللي كنقول لكم ما تنساوش لي بارطاج مع الاحباب والاصدقاء باش تشوفوا الفائده ولكن باش نشجعوا انه نجيو من هذا الموطع هذا راه فعلا موطع مزيون بزاف 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 وما كيجيولوش بزاف بحيث انتم كتشوفوا بحال اللي صورت لكم ان اغلبيه ديال لي توريست ما كاينش كاينين العرب نهائيا كاينين الروس كاين الاوزبيك كاين بزاف يعني كاين الترك ما بحق العرب لا والمغاربه ما كاينش كازي ما كاينش جوج الطلبه اللي جاو هنايا يعني ما كاينش سياحه سياحه